بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أهني وبارك شعب الإمارات بحلول العيد الوطني الأربعين، وأحب أني أرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائب الشيخ محمد بقاك آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وإلى أخوانهم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حكام الإمارات. هذه المناسبة طبعا على مرور 40 عام الدولة شهدت تطورات كثيرة، من ضمنها البناء والتشييد والبنية التحتية، فنتمنى التقدم إن شاء الله للدولة، وكل 40 عام وانتوا ألف خير. خلصنا 40 ثانية.